الخير اليوم نسيره تحت القبه باذن الله تعالى. خطيتنا في رقبتك، مش برقبتك، برقبتك الحرام، رقبتك، لانه لحنا لا. نظام الخدمه المدنيه اللي في الدستور الاردني الوضع لجلاله سيدنا كموظفين حكومه لا يطبق علينا. 250 دينار اعلى رواتب موظفين الحكومه، موظفين علينا ميه وعلينا كهرباء وعلينا بيت للاجار، شو بدي طعم من هذول؟ واحنا مطالبنا من 2011 مكتوب موجوده على مكتب وزير التربيه والتعليم وعلى الوزارات الاخرى مش مطبق علينا. اقل رواتب موجوده في وزاره التربيه والتعليم اقل من الوزارات الثانيه. 250 دينار، شو بدها الطعمه 250؟ والدوام احنا كحراس هسه بنداوم 16 ساعة، فدي دولة احنا بنداوم يعني ب 16 ساعة؟ يعني بنداوم من الساعة 3 ل 6 الصبح. احنا بنناشد وعبر القناة تبعتكم بنناشد جلالة سيدنا، ما بنناشد أي إنسان، لأنه الوضع تبعنا يعني الله يعظم الله أجرك. يعني احنا بنمهل اليوم كحكومة إن شاء الله، إذا تنفذ المطالب هينا مشينا، ما تنفذ المطالب اعتبار من يوم غد كان راح يكون إضراب مفتوح عن العمل كفيها ثالثة. يعني احنا كوزارات في الوزارات الاخرى اقل رواتب 17 ساعه بدون اجازات، بدون عطل رسميه، ما عندنا اجازات، حتى لما بتقدم على اجازه ما صعب انك تحصل عليها في الايام. جيب بديل من الوزاره، راتبنا لا يتعدى 300 دينار. انا عندي 5 اشخاص في البيت، 5 مع بيت اجار، ما في اي قانون مطبق علينا نهائيا نهائيا. وقلنا ما تحققش، اسمع علي، وعدوا انا هاي الشباب واسالوهم. الله يعطيك العافيه. قلنا لهم يا اخوان بدال سفريات النواب والاعيان والوزراء اللي بنوا كلها زين بوكلوها، هذول اولى من هالمتنفذين، صح ولا لا؟ هذا شيء. فال100 دينار احنا قلنا ركزوا على ال100 دينار، صح ولا لا؟ والطلبات الثانيه بتتفاوضوا مع الوزاره. قالوا القرار الان مو في ايدنا. قلنا يا عمي مشكلين لجنه وكذا، واحنا على تواصل معاهم، هي لجنتكم خليهم هم يسولفوا بلسانكم. ترى عزيز هذول معتصمين الفئه الثالثه وبطالب في وزاره التربيه وبطالبوا في ادنى حقوقهم 100 دينار. فاحنا فاوضنا الان، كنا مع الحكومه في ضمن اللجنه الاداريه، وقلنا يا سيدي العزيز شو هذا باخذ 250 دينار؟ شو 250 دينار؟ هي بدها تسكر لي حاجته في الميه ولا الكهرباء ولا غيره. فهذا ادنى شيء بطالب فيه. انا بشوف انه لازم اكثر من هيك يطالبوا. شو 100 دينار؟ يعني الاردني هل انه الاردني بتكفيه والله 300 دينار ولا 350 دينار؟ ما بكفي. هم بطالبوا في ادنى من حقوقهم كمان، فهذا حق مشروع لهم يطالبوا فيه. وليش نوصلهم للمستوى هذا يحتجوا؟ ليش ما احنا هي حكومتنا الساقطه شعبيا، ليش هي ما تبادر وترفع رواتبهم لحالها؟ عن 1500 طالب بالمدرسه، زميلتي طلعت ولادها ما جابوا بديل. معي واحدة ثانية بس امتى بتيجي؟ معي واحدة ثانية لما راحت ولادها بقول لك ما حدا جابوا لنا بديل. لما راحت انكسرت رجلها ما جابوا لنا بديل. 4 طوابق على 1500 طالب مع الروضة كمان. مطلبنا الوحيد ال100 دينار لا يعني المكرمة يمشون على ديوان الخدمة المدنية. احنا مش اقل من اي موظف بالوزارات الثانية. اجازات سنوية بتروح. انا اجازاتي قاعد باخذ اجازات 2018 لسه ما استخدمت حتى 2017 راحوا. بدنا مكرمة الملك، بدنا ال100 دينار حقنا الدستوري لازم ناخذه. ولسه بعد ال100 دينار راح يضر رواتبنا مترهلة كمان. يعني ما في حقوقنا كلها رايحة. بتيجي للمديرة انا مش راح اشتغل هذا، يلا اكتبوا لها استجواب. ما في يعني حقنا مهضوم. ما إن أي أنا مثلا مدرسة ثانية احتاجت آذنة بيجي يسحبوا الآذنة اللي بالمدرسة، كانوا ثنتين بياخذوا منهم واحدة بتظل واحدة، ومرات تظل المدرسة بدون آذنات يجيبوا لها تعزيز من مدارس ثانية وتاكل زي ما بدها المدرسة. حمل بدك تظلي بالمدرسة إن شاء الله للساعة 4 المساء، بدك تنجزي شغلك، بدك تخلصيه. شو ما كنتي أنا عندي ديسك مش قادر، رحت اتقاعد على 45، قد ايه حطوا لي راتب تقاعد؟ 157 دينار. ال 100 بدي احط انا اجار يضلوا 7 دنانير، شو بدي اجيب فيهم؟ اذا كيلو البندوره قاعد بدينار، شو بدي اجيب؟ احنا
صح ولا لا؟ احنا الفئة المظلومة، يا ريت ينصفونا، ما حد واقف معنا، لا وزير لا مندوب ولا 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 اي شيء، ما حد واقف معنا، بدنا انصافكم، هذا اللي بدنا اياه احنا. ولولا لولا لولا احنا. يعطيك العافية اخي. أنا أم خالد عليمات من محافظة المفرق الناطقة باسم القطاع النسائي للمملكة كاملة. أول إشي إحنا أضرابنا اليوم وجودنا هون نطالب أول إشي درجة أولى بالمئة دينار. أول إشي مطلبنا الوحيد المئة دينار، يشملون بالمئة دينار. وثاني مطلب إلنا إنه يشملونا بديوان الخدمة المدنية، إذا شملونا بديوان الخدمة المدنية مطالب إلنا كثيرة بتخف علينا. مطالب إلنا كثيرة. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا لما زميلة إلي بتنق علي بتقول لي أنا أرملة عندي أربع أيتام. عندها أربع أيتام، اثنين منهم معاقين، عندها يتمان اثنين معاقين، واحد 17 سنة وواحد 19 سنة. هذول بدهم فوط وبدهم أكل خاص فيهم، هذول المعاقين أكل خاص فيهم. حلفت لي يمين 100 دينار هذول بس إنهن فوط وأكل خاص فيهم لهم لحالهم. يعني إذا زادونا ال 100 دينار وشملونا بديوان الخدمة المدنية هذول المطلبين الوحيدين يشملونا فيهن وكثر خيرهم. ال 100 دينار لمنهم مثلا يزيدوهن عن 9000 واحد، لما تقولي 9000 موظف بالفئة الثالثة، 9 على المملكة كاملة، 9000 واحد إذا شملونا بالمئة دينار ما راح يكسرن، ما راح يكسرن نهائي.